الأسباب المحتملة لموت نباتات القصص: رقم واحد، الشمس المباشرة في الصيف على القصيص وعلى النبات، خاصة على النباتات المزروعة في القصص الصغيرة. رقم اتنين، ري النبات والتربة رطبة ومشبعة بالماء، والصحيح ان احنا ما نرويش النبات الا عند جفاف التربة فقط. رقم تلاتة، خروج جذور النبات بشكل كبير من فتحات صرف القصيص. رقم اربعة، وجود امراض فطرية بالتربة او على البذور. المفروض ان احنا قبل ما نزرع البذور، لو احنا بنزرع نبات من البذور، ان احنا نعقم البذور بتاعتنا قبل زراعتها علشان نخلصها من الامراض الفطريه اللي بتبقى موجوده عليها. وعملنا فيديو عن عمليه تعقيم البذور في المنزل. بالنسبه للتربه، في طريقه عرضناها في احد الفيديوهات عن طريقه تعقيم التربه من الامراض الفطريه والحشرات. على الاقل نستخدم الاسبرين في مكافحه الامراض الفطريه اللي ممكن تكون موجوده في التربه. الاسبرين في مادة اسمها الاستيل سلسليك، المادة دي عندها القدرة على مكافحة الامراض الفطرية، واحنا عملنا فيديو عن الاسبرين وطريقة استخدامه لمكافحة الامراض الفطرية، وبرضو الفيديو موجود على القناة. رقم خمسة، التسميد الزائد بكميات كبيرة من السماد او التسميد الخاطئ. ستة، الزراعة في تربة سيئة الصرف والتهوية، زي مثلا استخدام الطمي فقط في تربة القصيص، وده بيؤدي الى حدوث امراض فطرية وعفان في التربة وفي جذور النبات، وكمان بيؤدي إلى اختناق جذور النبات. والأفضل تكوين خليط تربة من الرمل والطمي بنسبة 3 رمل إلى 1 طمي. رقم 7، نقل النبات من قصيص إلى آخر بعد شرائه مباشرة من المشتل. والتصرف الصحيح هو أن احنا ننتظر أسبوع أو 10 أيام لحد النبات ما يتأقلم على جو المكان الجديد قبل نقله لقصيص آخر. رقم 8، نقل النبات من قصيص الى قصيص اخر في اشهر الصيف شديدة الحرارة، وده غالبا بيؤدي لموت النبات. لذلك يفضل اما ان احنا نسيب النبات في القصيص الخاص بيه لحد ما تمر اشهر الصيف شديدة الحرارة وبعد كده ننقله، او لو كان لابد من نقل النبات الى قصيص اخر لاي سبب كان، فلازم نتخذ اجراءات معينة، والاجراءات دي بتقلل من احتمال موت النبات. وهنعمل فيديو خاص للاجراءات اللي احنا اتكلمنا عنها دي.